فندم. المدام بلغتك انكم مسافرين بكره الصبح ان شاء الله؟ ايوه سعادتك. انا عارف انك مفتح وشايف شغلك كويس وطريقه شغلك تعجبني، بس انا مش عايزك تنسى انت موجود هنا ليه، عشان المدام وابني، موجود عشان تحميهم وما يغيبوش عن نظرك لحظه واحده. انا تحت امر سعادتك. واذا غابوا؟ اللي سعادتك هتامرني بيعمله. تتصل بيا فورا في اللحظه اللي يجيبوا فيها عن نظرك عشان الحق اتصرف واوفر لهم الحمايه. اوامر يا باشا. شكلك فهمتني. انا تحت امر سعادتك يا فندم. تصبح على خير يا سيد. وانت من اهله يا باشا. معقولة يكون اتملى من ناحيتي للدرجة دي؟ ما تخلينيش اندم اني قلت لك اللي طلبه مني الباشا. لا يا سيد، انا متشكرة لك قوي. انت ليكي دم في رقبتي وبردهولك مش اكتر. وبعدين هو بيخاف عليكم، يعني اكيد غرضه المصلحة. اتفضل يا فندم. سيد لو عندك مشوار ولا حاجة ممكن تروح تعمله. مش الفكرة والله يا فندم، بس عارفة العيادة كلها أطفال وستات، يعني وأنا محرج بصراحة. أنا كنت هنزل بس أشرب حجرين قص وأرجع على طول. قص يعني إيه قص؟ قص معسل. معسل يا فندم. لا ممكن تروح وأنا أما أخلص هكلمك على طول. ساعة زمن هكون عند سيادتك. أوكي. اتفضل. مش محتاجة مني أي حاجة؟ لا لا متشكرة يا سيد. طيب متأكدة؟ والله ميرسي. متشكر. انت فين؟ فرحات. فرحات. اوه مكلم الصول جابر يا فرحات. فرحات يا اخويا قوم، صباحتك مباركه. خير خير عند الصول؟ خير. مش قعدت تفلق دماغنا واسمي في الزياره وانا جيت للزياره؟ قوم يا سيدي، اهي جيت لك زياره. والله يا شويش بجد امك خابط. هو انت فاكرني اهزر معاك يا مسجون؟ ايوه. طيب مين اللي طالب لي بالزياره؟ يعني هيكون رئيس الوزاره؟ اكيد حد من بقيه اهلك. ايوه يعني راجل ولا ست؟ ايوه. ضيع الوقت في الكلام واللوكلوك لحد ما وقت الزياره يجي ويخلص وانت قاعد هنا. لا حالا. شفت متولي؟ شفت زبده ما هنتش عليها جد. شفتني؟ ايه رايك فيها؟ حلوه. قمر يا ابوي خلصني، اقطع الزياره على المساجين والكل كليله. يا ترى انا كمان هيجي حد يزورني قبل ما اموت ولا حموت وانا مستني الزياره؟ ان شاء الله بتولي. ان شاء الله ما تقولش كده. ان شاء الله. اسمح منك يا رب. بصراحه انتوا هتقعدوا تحبوا في بعض كده لحد ما عد الزياره ما يخلص؟ لا 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 جاي. روح. انا جاي. روح. يلا. مع السلامه. مع السلامه يا فرحات. سيد ابني حبيبي. ازيك يا خالي؟ ازيك يا خالي؟ خالك يا رب. ما الخال والد. ما احنا سلو عيلتنا كده، انت نسيت ولا ايه؟ انا اقول لك يا خالي وانت تقول لي يا ابني. ايه؟ قول لي انت جاي لوحدك ولا ايه؟ الله، هو اسامه وطارق ما بيجوش يزوروك؟ اسامه وطارق ايه؟ لا اسامه ولا طارق بيجوا لي، انا مش بتكلم عليهم، انا بتكلم على زبده. يا خال زبده ايه وسمنه ايه بس؟ عيالك هي اللي بقى عيالك. سيد عيني بترف وقلبي مقبوض. زبدة عيالة وانت مخبي عليا، صح يا سيد؟ صح؟ ما بتحبني؟ ما هو ما بيحوشهاش عني غير الشديد القوي. والله انت عايش في وهم ومسعر ناس ما تستاهلش اساسا يا خال. بقول لك ايه؟ المهم انت
طمني على صحتك، عامله ايه؟ ماشي. لا يعني ايه ماشي؟ بتاخد الدواء في مواعيده ولا نظامك؟ صراحة ساعه ما جيت هنا وانا ماليش نفس لاي حاجه، عامل زي الكلب الجربان، ما حدش بيسال فيا ولا حد بيعبرني حتى زبده. لا اله الا الله يا عم، خليك في حالك بقى وخد بالك من صحتك، ولو على اسامه وطارق الزياره الجايه هيكونوا عندك. انا سبت لك 3000 جنيه في الكانتين، اصرف بقى يا عم زي ما انت عايز. باين عليها مسقسقه معاك قوي 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 يا سيد، صح؟ نصبايه كبيره عملتها صح؟ حبسنا حبسنا، انت مش هترتاح غير لما انام معاك في زنزانه واحده. اطمن عليك يا سيد. بتطمن ايه بس يا خال؟ انت كده بتسلمني تسليم اهالي. المهم محتاج اي فلوس تاني؟ محتاج حاجه؟ زبد يا سيد، نفسي اشوفها، نفسي اتملى من عينيها، بتلقي عليها وصه. الله، اصل احنا بينا وبعضنا في عشره كبيره قوي يا سيد، يعني ايام وليالي وكده وبتاع، والحتى ما تتو والحتى ما تتو. انا عارف طبعا ان انت باصص كده ان انا متشحتف عليها عشان خاطر يعني غريبه، صح يا سيد؟ غريبه، بس اعمل ايه؟ بحبها يا سيد، والله العظيم ثلاثة بحبها يا سيد، اعمل ايه؟ معقولة يا راجل؟ أنا زعلان منك. ليه بس؟ معقولة يا أسامة؟ كم مرة أقول لك يا راجل؟ مفيش مرة تروح تطلع على أبوك، تروح تشوفه عايز حاجة. سيد ما أنت عارف. عارف إيه؟ عارف إيه يا أسامة؟ أنا اللي أعرفه إن القلع أنا اللي ما أروحش أزوره يا أخي. أبوك مربانيش، أنا اللي رصفة هي اللي ربتني، لكن أنت أنا اللي مربيك. ما ينفعش بقى تربية رصفة هو اللي يزوره، واللي أنا ربيته ما يروحش. ما تحسنيش إن أنا ما عرفتش أربي يا أخي. حاضر يا سيد، هروح. ماشي يا عم، خد دول 5000 جنيه. انت لسه مدينا سنة؟ مش عشانك، عشان البيت تخش شايل حاجة كده ترفع راسك، خصوصا قصاد الحرباية مرات ابوك دي. قول لها تروح تزور ابوك، الراجل هتجنن ويشوفها. هقول لها. قول لي، جبت شبكة ولا لسه؟ شبكة ايه؟ عمالة تمطوح فيا. بقول لك ايه؟ اللي زي سبيدة واشكالها دي ما تجيش غير بالعين الحمراء، خد البيت وروح اتجوزي عرفي بكرة. عرفي يا سيد، تقعد تردحلي مش هتسكت. ما حقها؟ ما هو اللي يعمل كده برضه يبقى قاطع سامي.